الناس بسبب الجراف ثيري. انا هعمل لكم شير في الشاشه اللي انا هتكلم عليها، هنتكلم في شويه حاجات الاول مبدئيا. ماشي، ما سامعيني كلكم يا شباب؟ ها، حد يرد؟ حد يرد؟ مع صح، حضرتك حضرتك يا يا دكتور. دكتور. طيب تمام. المهم هعمل شير، عملت شير للشاشة اهو، مش عارف شايفينها ولا لا. انت اعمل لي، مش مسموح، اعمل لي مسموح يا احمد، اعمل لي مسموح بشير للسكرين يعني. معايا يا شباب؟ حضرتك يا دكتور، بس هو ممكن المايك عنده معلق. طيب ما انا عارف، بس يعمل لي شير، بس المسموح بيشير للشاشة. جرب كده يا تمام دكتور. تمام ماشي تمام. شايفين الشاشة دلوقتي؟ معايا يا شباب؟ احنا من ضمن الموضوعات، مع حضرتك تمام. عشان احنا عايزين نتكلم عن ان توصيف الجراف ثيري من الموضوعات المهمة في مجال الحاسب. فانا هعمل بس حاجة بسيطة، هنتكلم عن من الشكل اللي قدامكم ده، تمام؟ شايفينه؟ ان من الكريسب لوجيك، الكلام ده قلت لكم في البدايه من زمان، بس عايز منظمه لكم عشان نشرح ان تلسكوب الجراف وان تلسكوب الكمبيوتر ساينس. من فروم كريسب لوجيك، كريسب لوجيك اللي هو المنطق الكلاسيكي العادي، ظهر بعده ليدز تو فازي لوجيك، ليدز تو نيتروسوفيك لوجيك، ليدز تو ابلكيشنز ان كمبيوتر ساينس اور نيتروسوفيك انفورميشن سيستم يعني. بعد كده بقت الاجهزه من المنطق تحول للماثيماتكس، تحول للاستاتستيك، الكلام ده بس بسرعه تعرفوه. فروم كريسب لوجيك تو انفورميشن تكنولوجي. يبقى كريسب لوجيك، بعد كده ظهرت النيتروسوفيك او الكريسب ماثيماتكس، بعد كده الكريسب ستاتستكس، وهكذا لحد النيتروسوفيك ستاتستكس. يبقى هنا اللوجيك والماثيماتكس والاستاتستكس ادوا الى الانفورميشن تكنولوجي او الحاسب، زي ما قلت لك في البدايه ان الكمبيوتر ما هو الا شويه معادلات من او كوكتيل من المعادلات الرياضيه. انا دلوقتي بس دي الحته الصغيره. ليه بقى؟ انا عايز في النهايه هوصل للنيتروسوفيك جراف ثيري او النيتروسوفيك جراف اللي انا بعته هنا. من ده مهم جدا، انا قلت لكم قبل كده في بدايه الترم خالص، ان من البروبلم ماثيماتكس اند مودرن تكنولوجي، وازاي هطبقها في البايو انفورماتكس بعد كده. ده مهم جدا، الحاجه دي من فروم بروبلمز تو داتا، داتا بروسيسنج انبوتس اور ليدز تو انفورميشن. لما ما اعمل بلاننج او تنظيم للانفورميشن بوصل للنوليدج. بعد كده الديزيشنز او الاوبتيمال ديزيشن. وقلنا ان الماثيماتكس، ان الكمبيوتر في النهايه او التكنولوجيا بدايتها ماثيماتكس، لوجيك تيبل، بعد كده لوجيك لوجيك جيتس، بعد كده بعد اللوجيك جيتس اتحولت للالكتريك او الدوائر الكهربيه، بعد كده الدوائر الكهربيه تحولت الى التكنولوجيا. ده الخريطه دي مهمه جدا. ازاي؟ هسالك سؤال مثلا، في ازاي من اللوجيك وصلنا للمودرن تكنولوجي، الشكلين اللي انا بعت لكم الاثنين دول. تمام، دي ملخص البروبلم. فروم ماثيماتكس تو ليدز تو نيتروسوفيك داتا، وين بروسيسنج نيتروسوفيك داتا ليدز تو نيتروسوفيك انفورميشن، اند وين بلاننج اوف نيتروسوفيك انفورميشن وي ليدز تو نوليدج، فروم نوليدج بنحصل على نيتروسوفيك ديزيشن او الويزدم او الاوبتيمال ديزيشن. يبقى انتم هنا ثلاث حاجات رئيسيه. الكلام ده انا بقوله بسرعه لان هنبدا بقى في الحته المهمه. السؤال هنا، النيتروسوفيك
وعلاقته بالارتفيشال انتليجنس، كل اللي احنا قلناه ده. عندي 3 مصطلحات رئيسيه: وات ذا نيتروسوفيك داتا، الداتا نيتروسوفيك داتا، نيتروسوفيك انفورميشن، نيتروسوفيك نوليدج. زي ما قلت لكم في البدايه خالص ان في داتا وفي انفورميشن وفي نوليدج، ده في الكريز. من الكريز بعد كده وصلنا للنيتروسوفيك داتا، نيتروسوفيك انفورميشن، نيتروسوفيك نوليدج. طيب وات ذا نيتروسوفيك، نيتروسوفيك بيجمع ما بين اليقين واللا يقين اللي هي السيرتينتي والانسيرتينتي داتا. بعد كده البروبلمز، هلخص كل اللي فات في الشكل ده: from problems to transformation problems into nitrosophic data. when processing nitrosophic data هنتحول للانفورميشن او النيتروس. كل الكلام ده هو اللي فات بس بنظام او عن طريق النيتروس. طيب processing and organize or planning nitrosophic informations leads to knowledge from logic. مع النوليدج او مع المعرفه الاكسبيرينس، شوف الشكل الجميل ده في الويزدم، والاخر بوصل ل الكريتيك اللي هنا في الاخر بوصل للابداع. يبقى النوليدج اكسبيرينس ويزدم، بعد كده الابداع دي. طيب وات ذا ريليشن بتوين نيتروسوفيك اند ارتفيشال انتليجنس؟ يبقى الشريحه اللي انا بعتها لكم دي، الواحد اثنين ثلاثه اربع شرايح فيهم سؤالين. اخر حاجه كل ده ممكن تسال عليه نيتروسوفيك ماثيماتكس اند كمبيوتر ساينس، كله اللي انا قلت ده كله، او ذا ريليشن بتوين نيتروسوفيك ماثيماتكس اند كمبيوتر ساينس، ذا نيتروسوفيك ماثيماتكس اند ارتفيشال انتليجنس. ارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي من داخله في الديب ليرنينج، في نيورال نتوركس، في الماشين ليرنينج. يبقى الارتفيشال انتليجنس consists of machine learning, neural networks, deep learning. يبقى الذكاء الاصطناعي بيحتوي على، او هو انت شايفين الدايره الكبيره دي كلها، بيحتوي على الماشين ليرنينج تعلم الاله، ومع النيورال نتورك مع الديب ليرنينج. طيب النيتروسوفيك هنا بيجمع ما بين الصدق والكذب، ما بين اليقين واليقين اللي هو certainty and uncertainty data. ده النيتروسوفيك جابس او النيتروسوفيك ريليشن. يبقى النيتروسوفيك consists of contains or combined between certainty and uncertainty. ال uncertainty في الغموض، ال contradiction في التناقض، ال contradiction في النيتراليتي اللي هي الحياد. 5 حاجات في لا يقين كده. هنبدأ بقى في الحتة التانية الجديدة. دي كلها مقدمة، بس ده في سؤالين كتبتهم. ها أنا عايزكم تكتبوا السؤالين على ال3 شرايح دول أو ال4 شرايح معايا. السؤالين اللي هي قايله لكم في البداية خالص: What is the relation between mathematics and computer science؟ أو from crisp logic، أو from logic to computer science and nitrosophic artificial intelligence. ده كله يعتبر في سؤال واحد. عشان تعملهم لي فيه، تكتبهم لي فيه الملخصات الشرعية معايا. طيب الثانية خلاص كده معايا خلاص يا شباب. حضرتك يا دكتور، يعني انتوا معايا، فهمتوا اللي انا عايز اقوله وكتبتوا اللي انتوا عايزينه؟ ها؟ سؤالين: محدش relation من ماس تو كمبيوتر، ولوجيك تو كمبيوتر ساينس، او الذكاء الاصطناعي. والارتفيشال ايوه والارتفيشال انتليجنس. تمام كده؟ تمام. تمام معايا ولا ايه؟ تعالوا بقى للحته الثانيه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده في وات ذا فولوينج ابريفيشن. الابريفيشن بتاع برضو مطلوب منكم، الابريفيشنز او الاختصارات في المصطلحات في الكمبيوتر. البي سي طبعا زي ما اتفقنا قبل كده، اما اقول لك اعطيني او جيب ذا فولوينج ابريفيشنز بتاع ايه، البي سي مثلا
اللي هو البيرسونال كمبيوترز، دوس اللي هي الديسك اوبريتنج سيستم، الاي اي ارتفيشال انتليجنس، ويندوز دبليو اي ان، داتابيز اللي هي دي بي، مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت ام اس، سي بي يو اللي هي سنترال بروسيسنج يونت. في انت شايفين الشاشة ولا لا يا شباب؟ انا شايفين بسأل. ها تمام يا واضحة؟ دكتور، شايفين واضحة واضحة يعني. طيب الاوبجكت اوبريتنج سيستم اللي هي برضو الابريفيشن بتاعها، الاي تي اللي هي الانفورميشن تكنولوجي، طبعا الدوس، الجي يو اي اللي هي الجرافيكال يوزر انترفيس. طيب انا كلمتكم عشان تقدروا تكتبوا معادلات او مصفوفات او معادلات في الفيزياء او في الكيمياء او في الرياضيات. فاكرين انا كلمتكم عن المايكروسوفت ايكويشن اديتورز؟ فاكرين يا شباب اللي هي اللي داخل الوورد؟ يعني قلت لكم افتحوا ملف في الوورد داخل الوورد، وتفتحوا المايكروسوفت ايكويشن اديتور وتكتبوا فيها مصفوفات، تكتبوا فيها محددات، تكتبوا فيها معادلات كيميائية، تكتبوا فيها معادلات في الفيزياء. فاكرينها ولا لا؟ What is the تمام. Microsoft Equation Editor? What is the Microsoft Equation Editor? طيب خليكم معايا هفكركم بيه. هتفتحهم بعد كده الوورد عادي، الوورد، وتدخل على المايكروسوفت ايكويشن اديتور. مايكروسوفت ايكويشن اديتور بروجرام اند ات ديزايند باي اوبجكت اورينتد بروجرامينج. دي بيعمل ايه؟ بيكتب المعادلات الايكويشن، بيكتب الماتريكس، بيكتب الفيزيكال ايكويشن، بيكتب المايكرو ايكويشن، بيكتب كل حاجه في الايكويشن، الماثيماتكس ايكويشن معايا. طب خليكم معايا، اما تفتحوا الوورد عندك، دي الخطوات اهي. وات ار ذا ستيبس اوف انتر ذا مايكروسوفت ايكويشن اديتور؟ اول حاجه ها اوبن وورد بروجرام. خطوات عندك اهي، ذا فيرست ستيب. بعد كده كليك انزيرت، بعد كده كليك اوبجكت، وهتختار من الاوبجكت تشود مايكروسوفت ايكويشن اديتور. دي الطريقه الاولانيه. عرفتوا هتفتحوه ازاي؟ خليكم معايا هقول لكم بالبلدي بقى كده خالص، ان انت هتفتح برنامج الوورد عادي، بعد كده هتفتح، هتضغط على القائمه المنزلقه في الوورد اللي هي انزيرت او ادراج. بعد كده هختار اوبجكت، هضغط على الاوبجكت، هختار من الاوبجكت مايكروسوفت ايكويشن اديتور. هيظهر لي شاشة اللي هي المعادلات، معادلات ومصفوفات والكلام ده. وممكن ندخل لشاشة المعادلات بطريقة تانية، السكند واي، في الفيرجنز الحديثة، ان اوبن وورد بروجرام، بتفتح الوورد وتعمل كليك على الرمز باي اللي فوق في المايكروسوفت وورد، وتختار بقى، وتختار الكلاس والاوبجكت في كل حاجه معايا. يبقى انتوا معايا شباب ولا انتوا نايمين ولا ايه؟ ها حضرتك يا دكتور. ما حضرتك يعني الوقت مايكروسوفت ايكويشن هتعرف تفتحوه اديتور اللي هو برنامج معالجه المعادلات. طريقتين، طريقه من الانزرت وطريقه من الباي اللي فوق موجوده في معايا. طيب what is the fundamental of object oriented programming اللي هي برمجه اللي هو الشيء، هي دي معمول بها كل حاجه، اللي هي الاساس بتاعها حاجه اسمها الكلاسز والاوبجكت، ودي معموله بحاجه بلغات السي، سي شارب، السي بلس بلس، سي، وهكذا. What types of physical communication networks؟ لما بقى موضوعات مختارة، أنا بكلمكم على النتوركس. قبل كده قلت لكم عن النتوركس صح؟ Local area network، الـ main area networks اللي هي اللان والمان والوان معايا؟ فاكرينها ولا لا؟ حضرتك
فاكرينها ولا لا؟ اللي هي ايوه الشبكات. دكتور. قلتها لكم، قلت لكم حاجات يعني، بدي لكم اسئله عليها والحاجات دي هبعتها لكم تاني كلها. What are the elements in topology؟ التوبولوجي، نتورك توبولوجي، انواع. مش احنا قلنا الوقت هتسال هنا What types of physical communication networks؟ LAN, MAN, WAN. What is the network topology؟ What are the elements in topology؟ احنا قلنا في التوبولوجي في point, line, polygons. What the examples of topology؟ اللي هي DNA والGIS والGPS في التوبولوجي. What is the parts of communication data؟ الكوميونيكيشن داتا زي ما قلتها لكم قبل كده. What kind of network topology؟ اها ديت مهمه جدا. What types of the network topology؟ اللي هي المش توبولوجي، الستار توبولوجي، الباس توبولوجي، الرينج توبولوجي والكلام ده. دي معناها كلمه توبولوجي معناها القمه او المكان، او هو علم دراسه المكان. علم دراسه المكان طالما بتكلم عن اتصالات يبقى انا بتكلم عن لان ووان ومان، اللوكال اريا والمين اريا والورلد اريا، وعن طريق الماثيماتكس في حاجه اسمها النيتروسوفيك توبولوجي. يبقى انت هنا الابريفيشنز خلاص هتساله في الابريفيشنز عموما. بعد كده ازاي، ما هو ايه مايكروسوفت ايكويشن اديتور، وازاي ندخل لها عن طريق الوورد، وازاي نعملها، افتح عندك عملي واعمل ملف في المايكروسوفت ايكويشن، تكتب معادله دخل مصفوفه تمام، او تعملوها في العمل يعني. طيب what is the object oriented program؟ object oriented program الاساس بتاعها اللي هي الكلاسز والاوبجكت اللي اتعمل بيها كل حاجه. سي انا يهمني هنا what types of physical communication اللي هي اللوكال اريا والوان واللان والمان، والتوبولوجي اللي هي what types of network topology. طيب خلاص كده كتبت ومسكت ورقه وقلم، كتبت الملاحظات اللي انا بقولها يا شباب ولا لا؟ تمام يا دكتور، بس يا ما هو دكتور انت ينفع حضرتك تبعت لنا البي دي اف دوت؟ هبعت بس تكتب ملاحظات عندك وانا بكلمكم، عشان لما ابعت لكم البي دي اف تبقى انتوا فاهمين انا اقول انا ايه المطلوب بالظبط. تمام معايا؟ مع حضرتك. يا عمر، لا يا دكتور، ما انت اللي معايا. عبد الرحمن، عبد الرحمن، ايوه دكتور مع حضرتك. طب انت فهمت ايه يا عبد الرحمن؟ معلش انا هسأل كل واحد بقى عشان ما تزعلوش منه، ولا لسه داخل سامعني وخلاص؟ حالا. لا لسه داخل حالا، بس ايوه، يبقى كل ما اسأل واحد هيقول لي لسه داخل حالا. ماشي، لا عشان النت كان وحش بس. امال مين؟ الا على مع حضرتك يا دكتور. ايوه فهمت ايه يا ماما؟ فهمت ايه؟ قولي لي كده فهمت ايه؟ المايكروسوفت ايكويشن اديتور ده في الوورد بندخل عليه، يعني هو زي الاكسل كده، عشان لو انا عايز اعمل معادلات او حاجه من دي شاطرة، او ما جداول بدخل عليها من الوورد. وفي طريقتين، في طريقتين ليها يعني. جدع شاطر. طب الأولانية بقى الأبريفيشن الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، اللي والأبريفيشن هي الـ OOP. تمام. وقلنا والسي بي يو كده. النيتروسوفيك ارتفيشال انتليجنس، الكلام اللي احنا قلناه صح؟ تمام. تمام، شكرا يا بنت، شكرا. خليكم معايا بقى، أنا العفو. بتكلم، في إيه؟ دلوقتي هنتكلم وات ذا نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس. انا اديت لكم كل حاجه اهو يا جماعه عشان ايه، ما فيش حجه، وملخصاتها بالكلام بتاع وات ذا كمبيوتر نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس. ذا نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس از ا برانش اوف كمبيوتر ساينس ذات يوزز نيتروسوفيك سيتس، نيتروسوفيك لوجيك. مش انا بدات لكم في البدايه من اللوجيك ازاي وصلنا للكمبيوتر ساينس؟ معايا؟ طيب بيعمل ايه النيتروسوفيك؟ اللي فيه uncertainty and inconsistency او certainty data or and indeterminacy in the information and reasoning. Neutrosophic states are generalization of fuzzy states and stochastic fuzzy states and paraconsensus of sets that represent the true والفولس والانديترمنسي
انا هفهمكم الحته دي دلوقتي. النيتروسيبك لوجيك از جنراليزيشن اوف ذا كلاسيكال لوجيك فازي لوجيك انشتينستيك لوجيك. طيب هنا بقى وات ذا نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس، اشرحها لكم كده اهو، خليكم معايا. الكمبيوتر ساينس معمول من زمان اللي هو الكريسب كمبيوترز، بعد كده ظهر الفازي في استطباقاتها في الكمبيوترز اسمها فازي سيتس، بعد كده ظهر نيتروسوفيك. الكريسب زي ما قلت لكم قبل كده مبني على لا اما ابيض او اسود، لا اما الصفر والواحد اللي انا قايلها في بدايه المحاضره، اللي هو درجة الكذب والصدق اللي هي صفر أو واحد. الفازي عمل درجة اسمها درجة تأكد ممبرشيب فانكشنز، ودرجة عدم التأكد اللي هي نون ممبرشيب فانكشن للبيانات والمعلومات أو للديتا والانفورميشن. النيتروسوفيك بدأ بثلاث مركبات اللي هي ممبرشيب، نون ممبرشيب، انديترمنسي. انديترمنسي دي اللي في الوسط، اللي هي اللي واقف على الحياد، يبقى في درجة تأكد وفي درجة عدم تأكد وفي الحياد. عرفت هو نيتروسوفيك؟ عشان هندخل في نيتروسوفيك جراف ثيري، يبقى ده نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس. أنا شرحتها لكم قبل كده صح ولا لا؟ إيه هو النيتروسوفيك؟ هنا دخلناه على نيتروسوفيك كمبيوتر. فاكرين ولا مش فاكرين يا شباب؟ اللي هي الدرجات بالجراف ثيري، لما قلت لكم الفيرتكس وال اللي هي الرؤوس. عبد الرحمن، ايوه عبد الرحمن، خليك صورتك حلوه عبد الرحمن. نيتروسوف كمبيوتر ساينس هاز ابلكيشن ان فيروس دومين ساتش ميديكال ايمج. يبقى انت هتسال هنا ازاي؟ وات ذا نيتروسوف كمبيوتر ساينس اند وات ذا نيتروسوف كمبيوتر ابلكيشنز. اهي انا عاملها لكم بالاصفر هنا، نيتروسوف كمبيوتر ساينس هاز ابلكيشنز ان فيروس دومين such as medical image analysis, deep learning, artificial intelligence and more. It can help to improve برضو للكمبيوتر الجوريزم. هدي لك بعض الاكزامبلز، some examples of nitrosophic computer science. الاكزامبلز هنا، يبقى انت هتسال هنا ازاي؟ اكتبوها كده اهو. What is the nitrosophic computer science and its applications؟ وقول لي and give some examples. ماشي، اعطي some examples of nitrosophic computer science application. اهو هقول لي هنا ايه؟ في الميديكال ايمج اناليسيز، وانتوا كناس بتوع بايو، في نيتروسوفيك، يبقى النيتروسوفيك سيتس كان بي يوزد دايجنايجز او الكلاستر السيجمنتيشنز الكلاسيفيكيشن اوف ميديكال ايمج. كل ده ممكن يعمل عشان يعمل يعالج النويزز، يعالج الغموض، يعالج حاجات كتير جدا. وعملنا بيه تشخيص في اشعه اكس، وعملنا بيه في فيروس كورونا وازاي يشخص، وعملنا بيه صور على المخ في الميديكال ايمج اناليسيس، نيتروسوفيك ميديكال ايمج اناليسيس. في الديب ليرنينج نيتروسوفيك سيتس كان بي يوزد انهانس اوف، يعني ده في حاله الديب ليرنينج بيعمل تحسين للاداء في المودلز المختلفه. فور اكزامبل ذا نيتروسوفيك سيت can help to improve the transfer learning of deep neural networks for COVID-19. لما بعمل تشخيص أو الكوفيد أو أعمل إن أتعامل مع الكوفيد يعني. The image classification of برضو ممكن أعمل توصيف classification للإيمج. What is the artificial intelligence and nitrosophic sets؟ برضو ممكن استخدمه في مع ال artificial intelligence، والكلام ده كله انا قلته خلاص. يبقى احنا كده المحاضره دي يعتبر ثلاث اجزاء. الثلاث اجزاء، الجزء الاولاني ان انا اتصل من الكريسب لوجيك للكمبيوتر ساينس
للارتفيشال انتليجنس. المحاضره الثانيه قلنا اتكلمنا عن الجزء الثاني، اتكلمنا عن الابريفيشن. بعد ما اتكلمنا عن الابريفيشن اتكلمنا عن مايكروسوفت ايكويشن اديتور في مايكروسوفت وورد. بعد كده اتكلمنا عن النيتروسوفيك كمبيوتر ساينس وعلاقته بالنيتروسوفيك والابليكيشنز بتاعته. يبقى هنا يعتبر هنا ثلاث أسئلة مهمة. الحاجة الأخيرة اللي أنا بعتها لكم بقى في الآخر، اللي هي كانت اللي هي كانت إيه؟ أنا بعت لكم حاجة في الآخر اللي هي الجراف، صح؟ اللي هي معالجة الصور. أيوه هو ده، دي آخر حاجة كنت بعتها لكم، النيتروسوفيك جراف ثيري. يبقى ده الجزء الرابع من المحاضرة. يبقى إحنا قلنا الثلاث أجزاء، الرابع ليه هنأجله للآخر اللي أنا بعته لكم ده، عشان معتمد على النيتروسوفيك أيضا. What is the neutrophic؟ هنا السؤال برضه، What is the neutrophic graph theory؟ الجراف ثيري اتفقنا عليه قبل كده إن في vertex وفي edges، وعملنا الكلام ده في الرسم في الجراف. يبقى هنا هنتعرض دي some concepts and operations in neutrophic graph theory. يبقى لازم تعرف السؤال هنا ان هتتكلمني عن نيتروسوفيك جراف ثيري. ضيف للاسئله اللي عندك وانا معلم لك على الحاجات اللي احنا هنعملها لحد ما نتقابل ان شاء الله. هعمل لكم امثله بالارقام على الجراف ثيري. انا اعتقد ان انا عملتها لكم، بس هعملها لكم كده معايا، اللي هي الارقام اللي هي لو عندي فيرتكس A فيرتكس B وهكذا. ده كده خلاص ولا ايه؟ كده خلاص يا جماعة، صح؟ أعطيني رسالة خلاص. طب يا دكتور، هي الحاجات اللي حضرتك معلمها بالأصفر ديت آه نكتب آه اللي جنبها كمان لا، ولا ما هو أنا كرسي عاملها بس؟ لك بالأصفر عشان دي أسئلة تقدر تحطها كرأس سؤال وتلخص منه. تمام ماشي. ماشي؟ المهم أنتوا فهمتوا حاجة النهاردة؟ أنا أعتبر اديت لكم كام سؤال؟ أربع أسئلة، صح؟ أربع أجزاء المحاضرة، أربع أجزاء معايا خلاص؟ حضرتك ده كده اديتني رسالة خلاص، هيخلص. أنا بعت لي بقى الفيديو. ها؟ سمح ابعت لي الفيديو لأن خلص. تمام، بعت لحضرتك تمام، بس هو عشان مايك عنده انا بايظ. ف مسجل الغايبين والحاضرين، انتوا حرين بقى. مين لسه جاي؟ موجود من الاول يا دكتور. من قبل الاكل ولا بعد الاكل ولا ايه؟ كل سنه وانت مش طيب. عارف حضرتك. ها؟ طيب حضرتك، طيب طيب ماشي يا هدى. فهمت ايه يا لا هدى النهارده؟ فهمت ايه النهارده يا هدى؟ ها؟ ما خلاص يا هدى، يا لؤي، يا عمر، ايوه دكتور، لحضرتك. في ما يا هدى ما بتردش ليه؟ سلام يا يا دكتور، مع السلامة. هدى داخله باسمها وخلاص ومش حاضره. ماشي يا هدى. طب انت فهمت ايه من الاول يا مينا؟ مينا ايوه شكله دكتور، بقول لك فهمت ما ايه حضرتك قلت النهارده. في كان في انا مش مجمع قوي، بس الحاجات اللي حضرتك قلتها يعني اللي ما حطيتها على انتش المحاضره. مجمع قوي، مش مشكله يا مين، انا عارف عشان انت ملبوخ في العيد بقى. يلا ايوه ايوه ايه قول. يعني شويه، ما اللي هي الملخصات اللي مثلا مايكروسوفت اوفيس، وفي خدنا بعض الاختصارات لبعض المصطلحات يعني، وخدنا برضو جميل. بتاعت الـ OBB، طيب وخدنا حاجات في الارتفيشال انتليجنس مع النيتروسوفيك. النيتروسوفيك بيجمع ما بين السيرتينتي اند انسيرتينتي داتا، بيجمع ما بينهم. وقلنا ان الذكاء الاصطناعي جواه الماشين ليرنينج، جواه النيورال نتوركس، صح ولا لا؟ أيوة. طيب يا هدى، يعني انت داخله يا هدى ومش موجود.
سايبه الموبايل وماشي، او سايبه الايفون ماشي. يا مين شهد ولا مين شهر ولا سهير ولا مين؟ انا مش شايف يا ولاد. ها لؤي برضه ايوه ده نفسي. ايوه لؤي، ما تشرح كده اللي مينا مش مجمع فيه. قول يعني مش في جماعة مع مينا شوية برضه يعني انت زيه نفس الوضع. نفس الوضع. انا ما اعرفش الوضع الاولاني عشان اعرف الوضع التاني. انا قلت 4 اسئله يا ابني، 4 اجزاء. ما انا فاهم، بس انا طب لسه ما مين يقول لي يا ذاكرتش شباب؟ مين يقول لي؟ انا مش هسال حد بالاسم. هدى طبعا فاهمه كل حاجه ومش موجود. مين تاني؟ مين تاني؟ أحمد شلبي. نعم حضرتك يا دكتور. قول يا أحمد، قول يا أحمد، قول يا أحمد أنت وخلاص بقى. هو احنا خدنا طريقتين المعادلات على الوورد جميل. وخدنا الدخول انواع على المايكروسوفت ايكويشن. أه وخدنا انواع تمام. الشبكات اللي هي اللان والوان والمان قال شاطر. ها آه. كويس. و والجزء الأولاني، الجزء الأولاني، الجزء ال الاولاني من الكريز، من اللوجيك عشان اوصل للكمبيوتر ساينس او للماس للتكنولوجيا. لل... اه معايا. اه تمام. شاهد فين؟ ها هو واضح. هو في مشكلة عندكم يا شباب؟ ايوه يا دكتور، في مشكلة عندهم في الصوت او في المايكات طب يا عندهم. عمر ايوه يا دكتور. المشكلة فين يا عمر؟ المشكلة فين؟ ده كله يعني في 2 3 ما بردوش خالص. وهو ده شكلها مش هنا. مش عارف دكتور بصراحة حضرتك دكتور، بس سامعني كده؟ مين معايا؟ انا انتوا شاهد. ايه يا شاهد؟ يعني معلش انتوا يا دكتور، كنت ها؟ حاطة السماعة، كنت حاطة السماعة فما فيش مايك فيها، ما كنتش عارفة اتكلم. طب الحمد لله الحمد لله. طب قولي يا شادي فهمت ايه النهارده يا شادي؟ خدنا طريقتين عن ازاي نخش في المايكروسوفت وورد تقريبا، واتكلمنا عن artificial intelligence خدنا شوية مش ايوه قولي الابريفيشنز، وخدنا علاقة قوة الدنيتروسوفيك ماثيماتكس اند ارتفيشال انتليجنس والجراف ثيوري. تمام. اخر حاجة اللي احنا قلناها اللي انا بعتها، هبعت لكم الملف كامل وربنا يوفقكم، ويا ريت اقدر اكون ان شاء الله نتقابل في المحاضرة الواقعية في الكلية. هعمل لكم شوية امثلة، ويا ريت انتوا بس قبل ما تدخلوا على المايكروسوفت وورد وتدخلوا على الايكويشنز وتكتبوا ايكويشنز او تطلبوها من المعيد عندكم ان انا عايز اكتب ايكويشن على الوورد في العمل معايا. معاك تمام يا يا دكتور. دكتور، تمام فهمتوا حاجه ولا انا مقصر في حقكم؟ سامحوني. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، عيد اخواننا في الانسانيه، الاخوه المسيحيين والاخوه المسلمين، عيد الفطر المبارك. وكل سنه وانتم طيبين. ماشي. وبس هدى عايزه تكلمني اشوف هي راحت فين. هدى مختفيه، انا هعلن عنها ان هدى مختفيه. ماشي. تمام. اسمها موجود ومختفي. ماشي يا شاهد، خليكي شاهد، نعم يا دكتور. خليكي شاهد، ده هدى مختفي. ممكن ها يكون ده معلق، هكلمها. حاضر. ماشي ماشي، يلا ربنا يوفقك يا اولاد ويصلحك. مش عايزين ماشي اي دكتور. حاجه، ابعت لي بقى كل لا التسجيلات دكتور. يا ها عمر، ايوه دكتور. ابعتوا لي اخلي سماح كل احمد ها، اخلي سماح دلوقتي يبعتها لحضرتك. وابعت لي كل حاجه يا بابا. الله يبارك فيك. تمام ماشي. عايزين اي حاجه ربنا يوفقك.